السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بهذه الحلقة الخاصة من برنامج أرض السواد، البرنامج الوحيد ممكن في العراق اللي يختص بموضوع القطاع الزراعي والأمن المائي وأيضا الأمن الغذائي. اليوم حلقتنا مختلفة لما نلتقي مع الشخص المسؤول تكون المعلومات ممكن من مصدرها الحقيقي. اليوم حقيقة يتشرف برنامج أرض السواد أن يلتقي مع معالي وزير الموارد المائية الأستاذ عون ذياب. أهلا وسهلا بك أستاذ. مرحبا بك، حياك الله أستاذ أطفال. نتشرف اليوم وجودنا مع حضرتك. ممنون جدا طبعا، أنا تحياتي لك ولقناتكم الكريمة، لأن أول قناة راح يكون وياها لقاء بخدمتكم. الله يخليك. طبعا استاذ عون، بالبدايه نبارك لك انه على تكليفك بهذه المهمه الوطنيه اللي اقدر اعتبرها صعبه جدا. نعم، يعني تركه كبيره جدا. ليسال ممكن اذا تقدر تعتبره فضول من عندي، كيف وافقت على هذه المهمه وهي يعني اليوم احنا باسوأ سنوات مائيا بالعراق؟ الحقيقه انا في البدايه كنت معارض وبشده، لكن يعني وضعت أمام مسؤولية وتم تحديد هاي المسؤولية الوطنية. نعم. أنا متأكد أنه المهمة ليست سهلة، فترة جفاف قاسية يمر بها العراق، إضافة إلى كثير من الأمور والمهام للأسف الكبيرة اللي تنتظرنا، سواء من الناحية إدارية أو الناحية الفنية. نعم. الحقيقة أيضا النقطة المضافة بالنسبة لي، أيضا أنا في هذا العمر أصبحت قواي البدنية أقل بالتأكيد مما كانت. صحة وعافية إن شاء الله. الله يحفظك. هذه كلها عوامل خلتني أمنع، بس من صرت أمام مسؤولية تاريخية. نعم. يعني أنا بالتأكيد قبلت وأقبل أن أعمل بأذرع وليس لوحدي، يعني لا يمكن الإنسان يعمل لوحده. نعم. هناك كادر جيد في وزارة الموارد المائية، يعتبرون الأذرع الساندة إلي واللي هي تنفذ توجيهاتنا وقراراتنا ونصدرها من قرارات على أرض الواقع. معالي الوزير، يعني اليوم موضوع انه نتحدث به ومهم جدا، اذا نبدا نفتح موضوع الملف الخارجي، يعني انه خرجت اخبار يعني وخاصه انه بعد تشكيل الحكومه الجديده انه بدايه مفاوضات جديده. نعم. مع الجانب التركي والجانب الايراني. نعم. هل هذا شيء حقيقي ومتى تبدا المفاوضات؟ الواقع احنا تعرف هذه وفقا للبرنامج الحكومي من أهم المهمات وزارة الموارد المائية، هي هذه تدخل ضمن الأسبقيات الأولى في وزارتنا، لأنه طبعا بلا شك أنه هناك طرف آخر اللي هي الرغبة السياسية لدى الطرف الآخر. نعم. أنا المتفائل، لأن الحقيقة اتصل بي الوزير التركي المكلف ممثلا من رئيس الدولة التركية. نعم. رئيس الجمهورية التركية في ملف المياه، اللي هو الوزير الأسبق فرسيل إير أوغلو، اللي هو ماسك هذا الملف منذ سنة 2006 ولحد الآن. طبعا أنا ملتقي وياه يعني في 2006 أيضا، اتصل ويقدم التهاني فقط، كان اتصال. نعم. تليفوني، بس أنا دخلت معه وطلبت منه أن نخطو نحو الأمام، أيد هذا الموضوع، وإحنا هسه أيضا بصدد هذا الموضوع، يعني في أقرب وقت أو فرصة تتاح لنا لأن نزور تركيا أو أن تكون هناك زيارة من الفنيين الأتراك إلى العراق لغرض تباحث واستمرار. أكو تفاؤل؟ نعم. أكو تفاؤل بهذا الموضوع؟ نعم، هناك تفاؤل بهذا الموضوع، إضافة إلى أنه حاليا أنا متفائل أيضا لأن فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف رشيد
هو الرجل كان هذا الملف بيده، ملف المياه نعم. العراق بيده على مدار دورتين رئاسية. فبالتأكيد هو عنده اطلاع كامل على هذا الموضوع، وأتوقع يعني راح يكون ساند بالتأكيد إلى هذا الملف، وإن شاء الله راح يعني خطوة للأمام. إضافة إلى هاي دولة رئيس الوزراء نعم. أيضا مهتم في هذا الملف، أعطى أهمية لهذا الموضوع، جدا أعطى أهمية كبيرة لهذا الموضوع، ويعني إحنا بصدد أن يعني نخطو خطوات عملية باتجاه الجارة تركيا، أيضا باتجاه الجارة إيران. هناك أيضا يعني توجه لإعادة المباحثات أيضا، يعني استاذ اليوم نتيجة. اليوم نعم. يعني نسأل سائل إنه موضوع تركيا وإيران نعم، يعني هل نقدر نخليهم على ميزان واحد لأنه مسببين ضرر إلى حصص العراق المائية؟ الحقيقة إحنا شقد نأخذ من تركيا وشقد نأخذ من إيران؟ لا، هو بالتأكيد حقيقة الحصة الأكبر من تركيا. شقد تقريبا؟ نأخذ أكثر من 70% من تركيا. نسبة مساهمة إيران هي 12% في مجمل الموارد المائية، بس مساهمتها في دجلة 18%. أما مجمل دجلة والفرات فالمساهمة هي 12%، والباقي من داخل العراق. الحقيقة يعني هي هذه، بس الشأن النقطة المؤثرة بالنسبة للجارة إيران على مناطق محددة، يعني على ديالة، لأن دربندخان يتغذى من إيران نعم. بنسبة كبيرة نعم. يعني أستاذ عون، إذا نرجع على موضوع، نبقى بموضوع الملف الخارجي وقضية إيران وتركيا، يعني اليوم لما نتكلم على مبدأ تقاسم الضرر اللي دائما يتكلمون به وأيضا الخبراء بهذا الموضوع، اليوم إيران يعني حتى في الآونة الأخيرة شهدت تظاهرات على موضوع المياه، تحولت هذه التظاهرات، أيضا هي تعاني من أزمة مائية، ولكن اليوم عندنا مثلا الجانب التركي اللي أكبر وارداتنا المائية وحصصنا المائية من عنده، أيضا عنده موضوع تقاسم ضرر معانا. الحقيقة أنا هذا موضوع تقاسم الضرر يجب أن يقطع لحسابات دقيقة، يعني أنا شخصيا مو كلش يعني أعتبره متحقق للأسف، يعني لأن هذا المفهوم ليس سهل، أن يعني يفترض تقاسم الضرر في فترة المحنة، في فترة الصعوبة، يعني احنا هسه في امس الحاجه لان تدفع لنا جاره تركيا كميات من المياه، انا ما اريد تدفع لي في مكان في اوقات انا مرتاح بها، لان هسه حاليا هناك ضرر كبير واقع علينا نتيجه الجفاف في دجله والفرات. هذا الموضوع يعني احنا حاليا اكو قصور بوارداتنا من نهري دجلة والفرات، فإحنا بأمس الحاجة إلى دفع كميات مضافة. لهالسبب يعني تعتمد جارة تركيا بخطتها على تشغيل يخدم توليد الطاقة. إذا ما راح نقدر حاليا، ما محتاجة الطاقة في موسم معتدل. عندنا معلومات إن الآن تركيا قاعد تبني أيضا سدود. هي طبعا عندنا معلومات طبيعيه انه مثلا بعد اليسو اكو سد جديد. الحقيقه هاي المعلومه مو كلش واضحه عندنا، هم مخططين لها لفتره طويله، بس هم عندهم سد شمال ديار بكر، هذا السد ايضا مؤثر، يعتبر يعني ضمن مشروع جنوب شرق الاناضول. اي نعم، ضمن مشروع القاب وماشيين بمراحل متطوره. سد سليفان هذا سد مؤثر، احنا الحقيقه مأشرين هذا الموضوع ومؤكدين عليه، لكن للأسف يعني هم اتهمهم أن يكملون برامجهم نعم. وأن يحققون يعني البرامج، وأن يكون العراق تحت الأمر الواقع، وهذا أنا الحقيقة مشخصها منذ فترة طويلة صحيح. فإحنا الحقيقة راح يعني نعمل على هذا الموضوع قدر المستطاع، ونشوف الجانب التركي وردود فعله إذا أتينا بهذا الملف، لأن هذا ملف مهم حيوي
يتعلق بحياة المواطن. يعني اليوم أمنيات صانع القرار السياسي العراقي وأمنيات المواطن العراقي أنه تصير المفاوضات إلى تحقق أنه مصلحة البلدين والشعبين مثل الشعب التركي والشعب العراقي. لا سامح الله فرضا بقى العناد التركي، بقت أنه حصصنا وارداتنا المائية نفس ما هي، هل العراق عنده أوراق ضغط اقتصادية سياسية اللجوء إلى المحاكم الدولية، اللجوء إلى منظمات أممية؟ هو بالتأكيد احنا يعني قلت لك انا في البداية انا متفائل ان تكون هناك استجابة ايجابية من الجانب التركي وتفهم لواقع الحال اللي نعيشه في يعني داخل العراق في ظل عجز كبير في مواردنا المائية وتناقص مستمر في الخزين المائي. اذا يجب ان يكون هناك دعم من جارة تركيا في حالة وصلنا إلى نقاط مسدودة. هناك العديد من الأوراق ممكن استخدامها، مثلا ومثلا ورقة التبادل التجاري، الورقة الأمنية، كثير من الأوراق، بس هذا يعتمد على يعني جانب قوة الحكومة العراقية على مواجهة مثل هذه التحديات. وهي نأمل أن حاليا يعني احنا عندنا أمل كبير أن تكون يعني يكون في أقوى مراحلها. رأي الحكومة العراقية أن يكون ملف التفاوض مع دول الجوار بموضوعة المياه يكون بيد وزارة الموارد المائية أم بيد وزارة الخارجية؟ لا طبعا في توجيه من دولة رئيس الوزراء أيضا طلب أن يكون الملف بإيدنا. نعم، بس بتعاون جاد من وزارة الخارجية. يعني بالتأكيد يعني احنا ما نستغني عن وزارة الخارجية، وزارة الخارجية مهمة في هذا الملف ايضا. يعني انا بالتأكيد عامل بفترة طويلة معهم، يجب ان تكون بهال يعني التوجه بهالمستوى في يعني علاقاتنا مع جيراننا سواء كان تركيا او ايران. تنبني يعني أساسا هي من وزارة الخارجية هي المعنية بهذا الموضوع. احنا بتنسيق دائمي لازم يكون مع وزارة الخارجية. نعم، ونحتاج الدعم أيضا من وزارة الخارجية. علاقتنا المائية مع سوريا جيدة؟ الحقيقة سوريا هي بلد ممر وليس مجهز، التجهيز نسبي يعني 8% من سوريا فقط بموضوع انه من المصادر اللي قاعد تجينا من الفرات. لا، هم هسه على نفس الاتفاقيه القديمه. اتفاق، لا صار اتفاق انه ما يدخل يطلع وتتقيد بالحصص المتفق عليها، بس حاليا تركيا لم تتقيد بالحصه الخاصه بنهر الفرات. هذه نقطه مهمه جدا، لان الاتفاقيه مع تركيا وقاعده ال500 نسميها انه 500 متر مكعب تطلق من تركيا على الحدود السورية التركية. لكن احنا تجينا البيانات بشكل مستمر، اكو تعاون مع سوريا تجينا وايضا نحصلها من الجانب التركي. الكمية اللي ترد الى الحدود حوالي تشكل 50% من الكمية المتفق عليها. نعم، ولفترة طويلة. نقص يعني كبير طبعا. فاحنا كتبنا الى وزارة الخارجية وطلبنا أن هذا الموضوع يعني يثار بشكل جدي. وأيضا أنا هسه حاليا عندي تأكيد آخر على هذا الموضوع، لأن هذا موضوع يأثر على واردات نهر الفرات اللي إحنا بأمس الحاجة إلها حاليا. المتضرر أكثر نهر دجلة أم الفرات؟ حاليا الفرات أكثر تضررا، لأن الخزين فيه حديثة بدأ يتدنى إلى يعني مستويات حادة جدا. الخزين في سد الموصل ما يزال وضعه أيضا يدنى، لكن وضعه أفضل نسبيا من حديثه. بس كلا السدين أو كلا النهرين تعيش تحت ضغط حاد وشديد من نقص الواردات المائية. متفائلين أن تكون سنة ممطرة؟ والله الأنواع الجوية يعني هناك بعض التفاؤل في مناطق محددة يعني، لكن لاحظ أنه المنخفضات أحيانا تأتي
وتتشتت. هذا شيء مؤسف يعني. احنا بس ان شاء الله نأمل انه المنخفضات القادمة راح يعني تكون تأثيرها على المناطق المؤثرة بالعراق اللي تخدمنا بواردات إضافية يعني. هذا ما نتمنى. إن شاء الله نتفائل بوجودك بداية استلام كل وزارة كانت هناك أمطار في عدد من المحافظات. الله يخليك. طبعا أحبة المشاهدين نحن مستمرين بهذه الحلقة الخاصة ولكن بعد هذا الفاصل. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين ومكملين هذه الحلقة الخاصة. رحب بيك من جديد معالي الوزير، اللي حقيقة أرجع أن أشكرك على هذا الاستقبال الرائع لكادر قناة الأيام الفضائية. طبعا سيادة الوزير، الآن نتكلم عن الوضع الداخلي. اليوم أيضا إحنا عندنا أزمة خارجية مع دول المنبع، وأيضا عندنا أزمة داخلية يعني برنامج أرض السواد حقيقة. وأنت أحد المتابعين وإن شاء الله تستمر تتابع برنامج أرض السواد حسب وقتك. انه افترينا بكل المحافظات العراقيه تقريبا وكل المدن العراقيه، شاهدنا موضوع انه المناطق خاصه المناطق الغربيه محافظه صلاح الدين تستخدم الكثير منها تقنيات الري الحديث، ولكن في المحافظات الجنوبيه ماكو هذا الشيء. بعدهم على موضوع الري السيحي، من يتحمل هذا الموضوع؟ الحقيقه هذا الموضوع ايضا اصلاح النظام الروائي في العراق الداخلي يعني الإصلاح، هذا موضوع من أهم ما ورد في البرنامج الحكومي وفق معطيات طبعا. للأسف منذ فترة طويلة كان هناك رأي أنه استخدام طرق الري بالريش ما تصلح في الجنوب، بس بعد أن الفترة الأخيرة صار بالعكس توجه جاد باستخدام هذا النظام حتى في الجنوب وحتى في المناطق الصحراوية. اللي هي درجات الحرارة عالية بها، لأن كانوا يأكدون أنه التبخر راح يكون عالي. لكن احنا خاصة زراعة محصول الحنطة والشعير، محصولي الحنطة والشعير هي شتوية ممكن، وفعلا شفنا أسلوب استخدام طريقة الري بالريش في المناطق الصحراوية بالوسط والجنوب كان له تأثير إيجابي كبير، وخاصة باستخدام هذه الأجهزة المحورية للري بالريش، لأن هاي توزع المياه بشكل عادل على كل المساحة، لا يوجد تبقى. وفعلا حتى في البصرة هناك بعض المزارعين استخدموا الطريقة وكانت أعطت يعني نجاح جيد أيضا ونتائج إيجابية. الحقيقة إحنا هذا توجه الوزارة بنقلة، أن تكون هناك نقلة كبيرة في مشاريعنا الإروائية الحالية، لأن الوزارة مهمتها هي إيصال الماء إلى حد المزرعة أو حد أما داخل لحد الحقل، أما داخل الحقل فهي مسؤولية وزارة الزراعة. وزارة الزراعة حاليا خصصت لها مبالغ جيدة لغرض نشر أو شراء استيراد أجهزة الري بالريش والري بالتنقيط ونشرها على المزارعين، لأن هذا راح تسهم بشكل كبير بترشيد المياه تقليل الفاقد. وهذه أما وزارتنا راح تعتمد على نقل المياه بأساليب حديثة اللي هي ما نسميه بأسلوب الري المغلق، يعني نقل المياه بأنابيب ناقلة للمياه وليست بالقنوات نفس البدعة. نعم، نفس فكرة نقل المياه في قناة البدعة في بعض المناطق الأخرى، هذا نفس التوجه راح يكون في أغلب مناطقنا. بس احنا حاليا تعرف الموضوع اللي امامنا موضوع واسع وكبير وتحديات ليست سهله، فانا اسعى بهذا الاتجاه بشكل جاد وهو من اولى اولوياتنا ايضا. نعم، هذه الخطوات تحتاج مثلا الى فتره ممكن كسنوات. هل هذه الخطه اللي قاعد تتكلم عليها انه لمده سنه او ممكن سنتين ثلاثه اربعه؟ لا، هي ان شاء الله تبين نتائجها قريبا. لا، احنا اكو عندنا بعض المشاريع حاليا تنفذ
بهاي الطريقة، ونفذت قسم منها وحاليا يتم تنفيذ الباقي. على سبيل المثال هناك مشروع في محافظة كربلاء، نعم، المرحلة الأولى مالته كانت أنجزت 10,000 دونم، وحاليا احنا بصدد توسع على مراحل، يعني كل فترة 10 إلى 20 نتوسع. أنا قصدي الخطط الاستراتيجية، الخطط لمعاليكم هل عمرها سنة أو سنتين أو لا ثلاثة؟ هي بالتأكيد طيلة السنوات اللي أمامنا ضمن البرنامج الحكومي اللي مخطط إلى يعني 4 سنوات، لكن تعتمد على عمر الوزارة وعلى ظروف اللي خارج عن تخطيطنا الأمور السياسية. احنا نخطط وفق هذا المنهج، يعني وفقه رؤيتنا إلى يعني عمر معقول حاليا، ولا بأس أنه في حالة أي وزارة قادمة ممكن أن تستمر على نفس النهج، وهذا التوجه اعتمدنا، لأن مهم جدا أنه نروح باتجاه تغيير الأنظمة القديمة جدا والمستهلكة أصبحت إلى أنظمة حديثة. نعم. حاليا أكو بعض المستثمرين لا بأس يعني قاموا ببعض التجارب في هذا الاتجاه ونجحت. احنا نريد على مستوى استثمار أوسع وليس، نعم، على مستوى استثمار محدود. يعني معالي الوزير، يعني بالأشهر الماضية لما وصلنا إلى مرحلة استخدام الخزين الميت، نعم، حقيقة أنه نقدر أنه أصنفه كعتب، كان عتب كبير جدا من وزارة الموارد المائية على وزارة الزراعة على استمرارهم استخدامات المياه بطريقة السيحية وهذه الطرق القديمة. نعم. هل تواصلت مع وزير الزراعة أنه وضعت خطة ممكن مشتركة؟ حقيقة إحنا ما تزال في بداية استيزارنا، يعني نعم، أنا ومعالي وزير الصحة هناك مشاغل عديدة، أنا ما صار لي لقاء مباشر معه، بس هذا اللقاء مهم وأنا ببالي يعني مخطط له أنه نوصل إلى تفاهمات. إحنا نلتقي في الكابينة الوزارية، نلتقي بلقاءات أخرى، وأكو يعني حديث حول هذا الموضوع، لكن كل واحد أمامه أسبقيات حديدة. وزارة الزراعة عندها كم من الأسبقيات اللي لازم تنظر لها بشكل، وإحنا أيضا أنا عندي موضوع حاليا يعني بيأخذ أغلب وقتنا هو موضوع الشحة، يعني تعرف مواجهة الشحة وتوزيع المياه بشكل عادل على كافة المحافظات، لازم أنا أوصل المياه لأقصى الجنوب، هذه تضغط علينا هاي الحالة. فإن شاء الله إحنا هذا الموضوع قلت لك هو ليس قصير، هناك خطة يعني حاليا إحنا مستمرين بها، يعني مثلا تبطين الأنور حاليا دخلنا تقنية تبطين تحت الماء باللحاف الخرساني. نعم، هذه تغطية، هاي تقنية حديثة ومفيدة للأنهر الكبيرة الحقيقة، مثل الدغارة مثل الدجيلة، حاليا مفكرين يجوز في نهر المسيب في كثير من المناطق والأنهر الكبيرة. ممتاز. اللي تحتاج أنه نعيد النظر بأسلوب نقل المياه. نعم. لأن توفر لنا هاي الطرق نقل المياه بشكل سريع يصالها إلى ذنائب الأنهر، وأيضا توفرنا قلة في الصيانة، لأن النهر المفتوح القصب والبردي والأعشاب يسحب المياه. حاليا نخلص من هذا الموضوع، يعني هناك العديد من المعدات نوظفها لغرض إزالة هذه العراقيل، حاليا يجوز ما نحتاج هذا الكم. نعم. معالي الوزير، أيضا أكو موضوع هو حكينا به خلال برنامج أرض السواد، وانت كنت ضيفي في أكثر من حلقة، هو آفة التجاوزات والاعتداءات المتكررة على كوادر الوزارة في الكثير من المحافظات العراقية. كان هناك لكم دعم من القوات الأمنية؟ نعم. بهذه الفترة من وزارة الداخلية أو نعم. يعني كيف لا تتعامل مع هذا الملف؟ احنا لولا دعم قيادة العمليات المشتركة إلنا في موضوع إزالة التجاوزات بهالفترة بالذات، الحقيقة أنا حاليا مركز على التجاوزات تتعلق بالحصص المائية وليس التجاوزات الأخرى، هناك تجاوزات عديدة، تجاوزات أخرى تأخذ مداها، بس حاليا بداية موسم زراعي أي مزارع يحتاج
أن المي يمر بجانبه يحتاج أن يسحب المي. صحيح. وهذا الحقيقة شيء يعني ما ينظر إلى من بعده، يعني بحيث يؤثر على حاجة الناس تصل إلى التأثير على الاحتياج لأغراض الشرب. نعم. إحنا الأسبقيات اللي شنا وضعها هي موضوع الدرجة الأولى هي الشرب للاستخدامات البشرية. صحيح، هذه الأهم. اللي هي لها الأسبقية وما نسميه بالجريان البيئي بالأنهر، يعني ما لازم يوصل الأمر أن يكون المياه في النهر مستحلب، يعني مع الأسف ليست مياه. هذه إحنا قاعد نسعى لها بشكل جاد. فلهذا السبب التجاوزات حالياً العفو على الحصص المائية تعتبر خطيرة جداً. يعني أنا عن طريق قناتكم يعني أناشد كل السادة المحافظين والحكومات المحلية أن يتعاونون معنا في هاي الفترة الحرجة جداً، لأن هذه فترة جداً حرجة ومتعبة جداً، يراد أن نتجاوزها ضمن بأقل الأضرار، الماء المحدود بأقل ما يمكن من الأضرار إن شاء الله. نعم. يعني ساعين حالياً بهذا الاتجاه، وعدنا دعم من القوات العسكرية قيادة العمليات المشتركة ومعانا لإسنادنا في هذا الجانب، وإن شاء الله نقدر نحقق نتيجة إيجابية بعون الله. نعم. طبعاً تظهر أفكار كثيرة على السوشيال ميديا، ممكن بدون خبرة ممكن. نعم. شخص يكتبها أو يرسمها وتنتشر بين الناس، مثلا يعني لما صارت موضوع الغبار والعواصف الترابية. نعم. يعني شاهدنا منشور مثلا يريد يسوي بادية السماء وبحيرة ويسحب المي من البحر، مثلا موضوع سد البصرة. نعم. اللي يمكن يعني علميا ما يصير، يعني لا هو الحقيقة احنا خلنا نفصل للموضوع. بالنسبة للأفكار كثيرة موجودة. صحيح. لدى بعض الناس وفق طموحات، يعني لأنه ماكو فكرة تيجي ما تندرس، الفكرة يجب أن تندرس، وأي عمل هندسي نقوم به لازم إلى جدوى، لازم إلى مردود. نعم. لازم إلى فائدة واضحة، بحيث الكتلة النقدية ما أضعه من فلوس يعطيني أرباح، مو أضع أي منشأ مثلا نسميه سد البصرة الكبير. أي اللي يمنع. أنا الحقيقة هاي فكرة أحد الإخوان، هذه طبعا فكرة يعني خيال، يعني من أنا أسميها من الخيال العلمي، يريد يسوي سد وينقل المياه من شط العرب إلى الصحراء. فكرة بس غير موضوعية، يعني هاي فكرة مو صحيحة. نعم. لكن إحنا هسه عندنا موضوع لازم نفصله عن التفكير، لأن البصرة أرض مسطحة لا يكون بها سد خزني، لا يمكن أن يكون بها سد خزني. السد الخزني ينهي بيئة البصرة، لكن هناك فكرة لإنشاء إحنا سميناها سد، بس هو مو سد خزني، سد أو سد حاجز لتقدم المياه المالحة. هذه موضوع آخر يسموه بيرير وليس سد باللغة، البراج أو بيرير، موضوع إنهاء اللسان الملحي لغرض المعالجة اللسان، هذا موضوع آخر. البعض يعتقد أنه نقدر نسوي سد ونخزن المياه ونقل المياه بالتفكير، لأن هذا اللي يروح على ضفة شط العرب، يعني لا لا يروح على ضفة شط العرب يشوف النهر عريض ومي بي، لكن هذا ما يدري أنه هذا المي هو نتيجة السد الطبيعي اللي تخلقه موجة المد تخلي لك. يعني بين قوسين فكرة خيالية. أي نعم، فكرة خيالية، لا يمكن أن تنفذ هذه الفكرة بهالتوجه. نعم. بما أنه موضوع مهم، يعني أول تصريح لك لحضرتك. نعم. بعد تكليفك بهذا المنصب تكلمت على موضوع نقلت أهمية كبيرة إلى محافظة البصرة. طبعا. شنو السر بهذا الموضوع؟ السر أنه البصرة، محافظة البصرة عانت الكثير من موضوع المياه، ولحد الآن لو تلاحظ أغلب الفضائيات تشير إلى هذا الموضوع، يعني البصرة عطشة، البصرة تشرب مياه ملوثة، البصرة البصرة. ثانيا هي البصرة سلة العراق، يعني هي مصدر الأساسي لكل محافظات العراق. الواقع هذا جانب محيوي. أنا
يعني التصريح الأول وحاليا أيضا يعني أعهد كل الناس ليس بالبصرة حتى يعني من خلال قناتكم أنه راح نكون عادلين في هذا الجانب، يعني أن لا نرجع ثانية إلى طرح مثل هذا الموضوع، يعني أن نحسم موضوع اللسان الملحي بشكل كامل، يعني بإذن الله أنه ما نسمع موضوع التسممات. لا هذا الشيء طبعا الحقيقة إجراءات السد أو الحاجز البيرير إذا أريد يعني طبعا هو يأخذ فترة دراسة وفترة تنفيذ فترة زمنية، لكن هناك بعض الإجراءات السريعة اللي ممكن أن نقوم بها لتخفيف تأثير المد، وهذه هسه أنا يعني بصدد تقريبا إنجاز دراستها وتصاميمها حتى نبدأ بعمل معين يقلل تأثير ضغط المد على البصرة إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا أكيد مع الوزير احنا مكملين حلقتنا لهذا اليوم، ولكن أحبة المشاهدين أكيد عندنا أسئلة كثيرة ومهمة جدا تخص اليوم الموارد المائية، ومكملين حلقتنا ولكن بعد هذا الفاصل. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين ومكملين هذه الحلقة الخاصة وهذا الجزء الأخير اللي أيضا راح نتحدث على الكثير والمهم جدا، يعني مثلا اليوم معالي الوزير نتحدث عن أزمة ومأساة كبيرة جدا. يعني الأرقام اللي يقول أنه بآخر 6 أشهر 1200 عائلة من الأهوار هاجرت إلى المدن. اليوم الأهوار تعيش حقيقة ظروف استثنائية وظروف صعبة. هل لديكم خطط اليوم لإعادة إنعاش الأهوار؟ للأسف هذا يعني حقيقية، يعني مع الأسف الشديد الأهوار صار عليها العبء الأكبر. الواقع اللي أمامنا مثل ما ذكرنا بالمقدمة أنه هناك للأسف استغلال للمياه من الذي يقع في الأعلى دون النظر بحاجة من يقع بعده. البعض يدعي أنه المياه إذا تروح للأهوار تتبخر وما نستفيد منها. نعم. احنا وفقا لدراسة استراتيجية اللي عديناها من سنة 2014 و2015 وقرت من الحكومة في ذاك الوقت، كان هناك حساب علمي دقيق أنه ما نستثمر من مياه في الأهوار يعطينا مردود أكثر مما لو استثمرنا هاي الكمية في الزراعة. باقي يعني الزراعات يعني الحقلية أو أي زراعة. ليش؟ لأن الأهوار بها ثروة هائلة، يعني ثروة السمكية، الثروة الحيوانية، النبت الطبيعي، مجتمعات عايشة هناك. احنا هدفنا أن نحافظ على رقعة محددة من الأهوار وليس انتشار المياه لمساحات شاسعة، هاي بس في مواسم الفيضانات، لأنه هذا الموضوع لم نستطع الحفاظ عليه. حاليا احنا قاعد نعمل بشكل جدي من أجل أن نوصل المياه إلى منطقة الشبايش مياه الفرات، ومتابعة يومية لمحطات محددة تحددنا كمية المياه اللي تطلق واللي تمر في مناطق مفصلية، وخاصة بالنسبة للفرات والأهوار عندنا منطقة اللي هويش للحدود الفاصلة بين محافظة المثنى وذي قار. نعم. يعني اليوم أحد نعم. ضيوف في برنامج أرض السواد تكلم انه قال يجب ان نستثمر هذه الايام، لان اليوم احنا عندنا رئيس جمهوريه مختص بالموارد المائيه، لدينا اليوم دوله رئيس الوزراء اللي خريج هندسه زراعيه، لدينا الاستاذ عون ذياب اللي من عام 1968 او 67 من 68 وهو في وزاره الموارد المائيه. هل اليوم مثلا دوله رئيس الوزراء اعطى اهميه لموضوعة الاهوار، خاصه هو ابن محافظه رئيسيه بموضوعة الاهوار؟ بالتاكيد هو يتابع هذا الموضوع ووصلت رسائل كثيره بهذا الجانب. الحقيقة احنا ايضا نتيجة هذه التوجيهات احنا ايضا ماخذين على عاتقنا متابعة هذا الموضوع بشكل جدي في مناطق الأهوار،
ولهالسبب عندنا العديد من الأستاذ المدراء العامين وعلى رأسهم وكيل الوزارة الفني حاليا يعني هو في هاي المناطق الجنوبية، وكل كادرنا مجند هسه بإسناد من القوات العسكرية لغرض إيصال الكمية المطلوبة إلى مناطق الجنوب والأخوار بشكل خاص. نعم. فأتوقع أنه راح يصير بعض التغير الإيجابي خلال السنة، لكن هذه سنة حادة الجفاف. صحيح. نأمل أن تجينا سنوات لاحقة رطبة، إحنا راح نخطط لخطة ثابتة. أيضا ما نريد هذا التذبذب الهائل اللي يصير بين بالأهوار، نحاول جهد الإمكان أن نحافظ على المناطق الحيوية بالأهوار. نعم، نقدر اليوم نستثمر اليونسكو أنه بعد ما دخلت إلى اليونسكو؟ بالتأكيد، اليونسكو، المنظمات الدولية، اتفاقات الدولية، مثلا اتفاقات رامسار بالنسبة لهور الحويزة، يعني هو دخل من ضمن اتفاقات رامسار الأراضي الرطبة، بس حاليا الحويزة أراضي جافة أصبحت. هذا الشيء مؤسف يعني. فلهالسبب احنا أيضا هذه وفق هاي الاتفاقيات نقدر نثير هذا الجانب بالشكل اللي يخدمنا يعني ويا منظمات الأمم المتحدة وخاصة منظمة اليون دي بي يعني اللي هي تتبنى مثل هيك. نعم. الفترات الماضية كانت وزارة الموارد المائية جدا شديدة الحرص على موضوعة المياه الجوفية. نعم. ما يعني تسمح للكثير انه ممكن حفر الآبار وغيرها من هذا الموضوع، ولكن وزارة الزراعة أعلنت أنه بالخطة الزراعية الشتوية أنه حيكون هناك اتجاه لاستخدام المياه الجوفية. قد نطيتهم كمية محددة لاستخدام المياه الجوفية؟ نعم، هذا الموضوع الحقيقة إحنا ما كان عندي تحفظ على التوسع العشوائي. نعم. لازم يكون هناك توسع مدروس، وثبتنا أنه التوسع في المناطق الوفيرة المياه، المناطق اللي بيها وفرة مائية، يعني الأحواض اللي بيها خزين مقبول يعني. فبالتأكيد وزارة الزراعة طلبت أن تصل إلى 4 ملايين دونم، كانت الخطة 2.5 مليون دونم. صحيح. إحنا ما عندنا اعتراض في هذا الجانب إذا كانت تلتزم بهذه الضوابط، وأيضا هذا فقط لهذه السنة، لأن هذه السنة قاسية الجفاف، حتى نعوض الأراضي اللي لم نستطع زراعتها على المياه السطحية، لأن أعطينا فقط 1.5 مليون دولار. فحتى نعوض مساحات الأراضي، تعرف محصول الحنطة مهم جدا استراتيجي، فوافقنا. بس هذه الموافقة مشروطة وأيضا لهذه السنة فقط. يعني ما يستمر؟ لا لا، لا تستمر بشكل وفق الوفرة المائية، الوفرة المائية والمناطق الواعدة في للمياه الجوفية، وهذه مخصصة واضحة. هناك احنا عندنا يعني مستمرين ونسعى الى دراسة هذا الموضوع والذهاب الى لربما اعماق اكبر. نعم. للحفر لغرض الوصول إلى لربما في طفقات أخرى هناك وفرة للمياه الجوفية. هذه نريد نشوفها من الناحية العملية، وليست يعني أفكار وآراء تطرح من هنا ومن هناك. نعم. فإن شاء الله أكو تعاون في هذا الجانب نوصل إلى هذا الموضوع، نحاول بالتنسيق مع وزارة النفط. نعم. أو جهات محددة لغرض الوصول إلى مثل هذا. كيف تنظر إلى العلاقة المستقبلية اليوم بين وزارة الموارد المائية المركزية والمسؤولين عن المياه في كردستان؟ أنا حسب علمي أنه ما يأخذون الأوامر من الحكومة المركزية بهذا بموضوعة المياه، وعندهم إداراتهم الخاصة. بالحقيقة لا، عندنا تنسيق جيد، والحقيقة أنا يعني يفترض أن يكون هناك اتصال سريع مع الأخوة في الإقليم ومعالي وزيرة الزراعة والمياه في الإقليم، الزراعة والري العفو في الإقليم، هي اللي يعني تقود هسه هذا الملف في الإقليم، وهناك تنسيق يعني. وإحنا
أنا متفائل بهذا التنسيق وأتمنى أن نوصل إلى تفاهمات كلش كبيرة في هذا الجانب، لأن يعني أنا عندي علاقات جيدة مع الأخوة الفنيين في الإقليم، لأن يعني سنوات طويلة إحنا اشتركنا في هذا يعني في عمل مشترك في كثير على مدى السنين. الواقع أنا هذا الموضوع مهتم به وراح نستمر بهذه العلاقة من أجل مصلحة العراق، يعني من أجل مصلحة العراق سواء بالإقليم أو باقي أجزاء العراق، هذه مصلحة مشتركة، مصلحة مهمة جدا، وراح نوصل إلى تفاهمات. أيضا هناك اثرت مجموعة من السدود على أساس صحيح نفذتها، بس إحنا هذه بتنسيق، يعني كل السدود اللي نفذت مدرجة ضمن الدراسة الاستراتيجية. يعني ولا سد نفذ يعني بدون موافقتكم؟ لا 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 ماكو، لأن يعني إحنا هسه يعني صار يعني تفاهم أنه كل السدود تنفذ بشكل مشترك وتفاهم وفقا لما ورد في الدستور وأيضا لما مخرجات الدراسة الاستراتيجية. نعم. فإحنا راح نعمل بهذا الاتجاه. إحنا بالعكس يعني ما نريد هناك تشنجات أو آراء نقيض هناك مصالح مشتركة يجب أن ترعاها كلا الطرفين. صحيح. بشكل جاد وعلمي وممكن التفاهم معها. حاليا احنا كثير من الإطلاقات اللي تطلق من سدي دوكان ودربني خان تخدم مناطق أخرى، يعني مثلا مشروع ري كركوك هو يعتمد معتمد على هذا 100% على دوكان، يعني وكذلك ما يردنا من سد دربني خان الحمرين. نعم. هذا موضوع حيوي جدا. نعم الوزير، يعني حضرتك شخصية مختصة بموضوعات الموارد المائية. نعم. شخصية مو سياسية. نعم. فاليوم الكثير من المواطنين والمشاهدين ممكن ما يعرفون تاريخك الكبير في وزارة الموارد المائية. نعم. إذا تقدر تلخص لنا أنه أبرز المناصب اللي توليتها في الوزارة، في أي سنة بديت في الوزارة؟ يعني أنا عندي معلومة أنك أول من أدخلت تقنيات الري الحديث في البصرة. نعم. أنا الحقيقة بديت سنة 1968، اشتغلت فقط 6 أشهر مهندس مشرف، بعدها صرت مهندس مقيم رئيس دائرة لمدة 6 أشهر. نعم. بعد مرور 4 سنوات صرت مدير دائرة مركزية، هي مدير الري في البصرة. نعم. يعني مهندس شاب عمره 4 سنوات يقود دائرة. هذا 72. أي 72. نعم. استمريت الحقيقة بعدين صرت مدير دراسة منطقة الشط العرب. هذه الحقيقة الفترة مهمة، يعني لأن كانت أكو فرصة عندي أنا أروح لدراسات والبحوث، حصلت أيضا على فرصة دراسية لدراسة في تخصصي هو. نعم. الهيدرولوجي في جمهورية هنغاريا. بس كانت تنظمها اليونسكو، حصلت بها شهادة دبلوم في ذاك الوقت، وكانت تطروحتي حول طرق الري في المناطق الجافة، وأنطيت توصية في البحث الخاص بي أنه ممكن تطبيق طرق الري وخاصة التنقيط في الأراضي الصحراوية في العراق. الأستاذ المشرف قال لي هذه سياسة الدولة، قلت له احنا نقدر نوصل بعض الأفكار الفنية والدولة هي مسؤولة عن أن توافق أو لا. فعلا من إجيت كنت ذاكر أنه بالتعاون مع جامعة البصرة، فعلا وبالتعاون مع جامعة البصرة بعد أن رفعت هذا التقرير للوزارة وافقوا بذاك الوقت، و استدعوا شركة استرالية ونفذنا مشروع تجريبي للري بالتنقيط والرش في صحراء الزبير بالتعاون مع جامعة البصرة في ذاك محصول الطماطم. نعم. الأساتذة أفاضل اشتركوا، لكن مع الأسف لهم الرحمة غادروا. نعم. الحياة، بس كانوا مفيدين جدا. زرعنا محصول الطماطم
والخضروات، وكان أعطى إنتاج جدا عالي. والتجربة نجحت بالتنقيط بشكل كبير جدا. المحصول الطماطزات اللي إنتاج من 4.5 طن إلى 15 طن في بعض المزارع النموذجية يعني. فصارت قفزة بالإنتاج. نعم. وفي ذاك الوقت وزارة الزراعة بالتجهيزات الزراعية استوردت الأجهزة الخاصة بمنظومة الري بالتنقيط لخمس دونمات، وانتشرت بأسعار جدا متواضعة ذاك الوقت ب 300 دينار. يعني نعم. 300 دينار فشي يعني، اشتروا المزارعين بتسهيلات أيضا، فتوسعت الزراعة. نعم. ولحد الآن يستخدم الري بالتنقيط. نعم. أستاذ، بعد البصرة شو المناصب اللي أخذت؟ أيضا في ظرف الدراسات التصاميم أنجزناها، بعدين إجا ظرف الحرب، ظرف قاسي الثمانينات. اي نعم، بالثمانينات كانت هناك سداد الواقية لمواجهة احتمالات الفيضان أو إغمار المناطق، كنت أنا مسؤول عنها، واستمرت إلى يعني إلى سنة 88. صار يعني دراسة يعني صار إعادة لكادر الجهد الهندسي العامل في إسناد الجيش في ذاك الوقت، فصار تشكيل مديريات عامة لغرض الأعمال داخل العراق، فكانت شكلوا شركة الباو لتنفيذ مشاريع الري والاستصلاح. في ذاك الوقت اختاروني أن أكون مدير عام في بالتسعينات. نعم بالتسعينات. نعم. إلا أنه استمريت إلى حد سنة 97، واقع لأسباب يعني معينة. نعم. أحلت إلى التقاعد. أه. نعم، في 98، وبقيت خارج الوظيفة يعني، بس كانوا سابقا لكوني كنت تعسفية من النظام. لا يعني أنا اختاريت هذا الطريق لأن لأسباب بعض الضغوط في ذاك الوقت، وأصبحت يعني مسائل يعني ما أرغبتها، لأن أنا الحقيقة لم أنتمي لحزب البعث في ذاك الوقت. أه. فتدري حتى أخلص من هذا الموضوع. نعم. يعني هذه لحد قبل بعد 2003. أي 2003، في 1/7 2003 جو للبيت من وزارة الموارد المائية، جوني للبيت قالوا هاي الأمر الوزاري بإعادتك بصفة مدير عام في هيئة التشغيل، وتستحق هذا الشيء. الله يحفظك. الحقيقة. نعم. هيئة التشغيل كانت بناية محروقة اللي هي في حاليا في ساحة المسرح الوطني، وكان فقط أكو كرسي لربما ومير صغير، لكن استطعنا إعادتها وأعدنا العمل، بوركة جهودكم، وقدرنا أن نعيد الخدمات للناس في عموم العراق. طبعا قبل ما أختم ويا حضرتك أستاذ، هون اكو شيء بداخلي. نعم. وتعرف بي القصة. الله يحفظك. وانت تتقبل كل الآراء وهذه. نعم. الأمور يعني لما تم التصويت على الكابينة الوزارية. نعم. تعرف احنا في بلد ديمقراطي. نعم. والشعب إلى حرية كبيرة جدا. نعم. فمثلا كانت وجود صورتك في السوشيال ميديا. نعم. يعني ما عندك لا الحمد لله لا انتقاد ملف فساد، لا خذ يوم مستلم منصب، وهذا يعني كبير جدا. نعم. في الحكومة العراقية. نعم. فكانت يعني السيرة بيضاء جدا وناصعة ومشرفة جدا. نعم. ولكن كانت هناك موضوع واحد، انه احد التصريحات اللي تكلمت بيها. نعم. انه موضوع انه المواطن العراقي. نعم. يسبح 4 مرات قابل هو بطة. المختصين فهموا هذا التصريح بس المواطنين ما فهم هذا. نعم. الشيء أكو ناس استغلوها على غير. لا طبعا للأسف هو هذا الشيء مؤسف، بس أنا حكيت تقريبا نص ساعة وأكثر. نعم. وهذه كانت بالختام كمثال على ترشيد المياه. ايه. شوف عزيزي، هذه هسه أنا كنت في بريطانيا في الصيف هذا المضي، صار حالة جفاف في بريطانيا. البرلمان البريطاني اجتمع لمدة شهر كامل يناقش موضوع هذا الجفاف، وأصدر قانون
اسمه قانون باللغة الإنجليزية ووتر هوز هوز ووتر هوز بان على كل ممنوع استخدام الصواندة نعم. خراطيم المياه. وأي مواطن يقدر يخبر على جاره على أي شخص يتصرف وغرامات عالية عليه، طبقوا هذا القانون. وحتى كانت هناك توصية باستخدام المياه لأغراض السباحة، حددوا كمية محددة للفرد للسباحة. نعم. حسبوا كميات يعني 150 لتر المواطن البريطاني حاليا حصته بالوقت اللي احنا في بغداد، لو نجي للحقيقة ونحسبها نضخ كمية مياه تصل إلى 900 لتر. نعم. شوف الفرق بين هاي وهاي. إذن وعينا وثقافتنا إزاء استخدام المياه ما تزال متخلفة. وأنا أتفق معك، يعني يسبح أربع مرات مبالغ لا هو مبالغ بها. أكو حالات أنا أكثرين يعني هو ينتعش بالسباحة، أنا لا أكون مفروض مسابح يروح يسبح صحيح. فيها ري الحدائق حاليا أكو حالة ظاهرة مو صحية، الشجر المعمرة ممكن أن تصل جذورها إلى العمق، ماكو داعي أن أسقي سيل هذا البسيط اللي برا، ممكن أن يطلع سيل. نعم. إذا تخلص من موجة الجفاف ممكن أن يعاد أكيد. نمو سيل. واليوم يعني برنامج أرض السواد يعني يوعدك أنه راح يكون داعم لكل إجراءات الوزارة الموارد المائية خدمة اليوم للمواطن العراقي، وكل إجراءاتكم إن شاء الله نعبر مثل ما قلت بأقل الأضرار الممكنة أزمة المياه والجفاف اللي قاعد يصير للأسف أرض السواد. طبعا كل التحية والشكر لك معالي الوزير، مبارك لك مرة أخرى. شكرا. ونعم الاختيار يعني اللي حقيقة الخبرة العظيمة والكبيرة جدا تمتد على عقود. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. أنا ممتن جدا لكم. ربي يخليك. قناتكم التوفيق. الله يحفظك. الله يخليك. طبعا أحبة المشاهدين إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم مع معالي وزير الموارد المائية الأستاذ عون ذياب، نلتقيكم بحلقات مهمة أخرى، إلى اللقاء.